ان انا بستخدم البي بي اي اللي هي الايه؟ الادوات اللي هي الحمايه الشخصيه، تمام؟ ان انا بعمل هاند ووشنج، ان انا باخد بالي من الستيك انجري، تمام؟ ان انا بعمل الايه؟ ان حضرتك لما بيحصل ريسك ازاي بتعمل له اسيسمنت؟ على يعني قدر الله حصلت مشكله، ازاي انت بتعرف تبلغ وازاي بتعرف تقيم مدى الريسك اللي انت تعرضت له قد ايه؟ تمام؟ احنا النهارده هنتكلم على اول خطوه من خطوات الحمايه اللي هي ايه؟ استراليزيشن وديسانفكشن. انا برضه عايز اوصل لكم معلومه. في ناس كتير بتسال هو احنا مالنا؟ احنا مالنا بالكواليتي؟ واحنا مالنا بالانفكشن؟ واحنا مالنا ما يدونا الماده بتاعت التخصص ونخلص ونمشي؟ لا مش كده. فكره مش كده. فكره ان انت لازم دماغ سعادتك بصفه عامه تبقى مترتبه وتبقى هايلي نولوجبل. يعني ايه؟ يعني انت لازم معلوماتك ديت ليه؟ عشان انت تبقى فاهم. انت دلوقتي لما كنت في ثانوي وكنت في اعدادي، تمام، هو بيديك علوم ويديك جغرافيا ويديك ويديك ويديك، انت مع الوقت كل مره تسيب شويه من دول وتخش في تخصص اكتر، بس الكلام ده شكل كتير من فكرك وشكل كتير من دماغك وشكل من شخصيتك وثقافتك، عمل بيلدنج لشخصيه. الكلام ده كله والعلوم اللي بتاخدوها على بعض دي كلها مترابطه. ما ينفعش تبقى شغال في ميديكال فيلد وبرايم هيلث، سوري، وهيلث كير، تمام، وانت مش فاهم يعني ايه انفكشن كنترول، وانت مش فاهم يعني ايه كواليتي. اللي انا شرحته انت حضرتك بقى عندك هنا وبتاخده تطبقه حتى في حياتك الشخصيه. كواليتي دي كلنا ماشيين بيها، ما تقدرش تقول لا، دي ايه لازمتها؟ تمام. لما احنا كنا في الكليه بيدينا كيمستري ويدينا فيزيكس ويدونا حاجات، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا، بس بيجي وقت لا انا فاهم فاهم. فحضراتكم برضو بالنسبه للانفكشن كنترول لا، مهم جدا بالنسبه لكم. طيب نرجع للكلمه بتاعتي سيراليزيشن وديس انفكشن. سيراليزيشن ده هتفهم منه ايه؟ هتفهم حضرتك عايز من التعقيم ايه؟ تعقيم، مش كلمه تعقيم وبس، لا، ده في تعقيم ماشي وفي ديس انفكشن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في حاجه محتاجه تخش اوتوكليف، وفي حاجه انا همسحها بشويه كلور، وفي حاجه همسحها ماشي ببيروكسايد، وفي ادوات لازم تخش راديشن. يعني انا هنا تمام هعقم ادوات راجل داخل يشتغل في القلب، عمليه قلب، تمام، وهعقم ادوات لدكتور اسنان، وهعقم ادوات واحد داخل يعمل منظار شرجي، تمام، وهعقم بعد مريض دخل كشف بس وطلع، مجرد بس مسك المكتب او كده. كل نوع من انواع الحاجات ديت لها تعقيم. ده تعقيم. في ديس انفكشن يعني ايه؟ يعني بتيجي الصبح الممرضه تمسح كده على الاسطح بايه؟ دي حاجه. طيب انت هنا جاي تاخد دلوقتي حقنه وريد، هو بيمسح بايه؟ هل انا بقى عشان اجي اخد حقنه وريد هيعقم لي ايدي وادخله اوتوكلاف؟ ها؟ انا دي فكره. طيب انا عايز اغلي ادوات، طب الادوات اللي تتغلى ديت كفايه ولا لازم تخش اوتوكلاف؟ مين اللي اعمل له اغلي له، تمام، ومين اللي اخد الحاجه ماشي احرقها؟ انتوا عارفين ان في حاجات في محرقه، مين الحاجه اللي تتحرق ومين الحاجه اللي تتعقم ومين الحاجه اللي تعمل لها ديس انفكشن؟ تمام، اظن الكلام ده ريليتد ليكم، ده قريب ليكم، تمام. الكلام ده هتعرفه هنا في معلومات هتاخدها كمعلومه ليك، تيك ات اور ليف ات، عايز تاخدها خدها، مش عايز تاخدها هي موجوده، تمام. اللي انا اعمل له هايلايت الحاجه المهمه اللي اقول لك والله دي ممكن يبقى فيها سؤال، تمام، انما المعلومه على بعض خدها. ده طبعا معلومات ايه هي؟ من اول ما اخترعوا يعني ايه اوتوكلاف، بصوا سنه كام وشوفوا احنا وصلنا امتى، شوفوا كام، 1862 ده اول مره عملوا اوتوكلاف. هنا الانديكيتورز اللي هو ايه؟ هم كانوا يعني انت عشان تعرف الحاجه اتعقمت ولا لا، انديكيتور دي يعني زي مؤشر، تمام. هنا الاف دي ايه؟ حد عارفين الاف دي ايه؟
لا ثانيه، دبليو اتش اي اف دي اي ديت اللي هي فود دراج ادمنستريشن، غذاء وايه وادويه دراج. تمام تمام. طيب دي معلومات، ده هيستوري برضو ازاي حصل ديفلوبمنت. هنخش في الموضوع دلوقتي. هنا دي ديفينيشنز، دي ترمينولوجي، كلمه ترمينولوجي يعني ايه؟ علم الترمينولوجي. ترمينولوجي هي المصطلح نفسه، حضرتك تعرف يعني ايه المصطلح نفسه. دي مجموعه مصطلحات، يعني ايه؟ هنا سيراليزيشن، ديس انفكشن، انتيسيبتيك، ماشي، سانيتيزيشن. سيراليزيشن، بصوا خدوا بالكم الكلام ده مهم، وده دي اسئله، دي رسمي اسئله، لان حضراتكم ايه الصفحه ديت دي اسئله. تمام. سيراليزيشن يعني ايه؟ بص، هي ديستروي اول فيابل مايكروبس، هي عمليه بتموت، ديسترويز بتقتل كله. تمام، انكلودنج فيروس واندوسبورز وايه والمايكروب، ماشي. ايه؟ بص خدوا بالكم الكلمه دي بقى، مايكروبي سايدال، خدوا بالكم من سايدال دي. تمام، عشان هنجي لها دلوقتي. في مايكروبي سايدال وفي مايكروبي ستاتيك، ستاتيك وسايدال، خدوا بالكم من نهايتين الكلمتين دول. طيب ديس انفكشن يعني ايه؟ بروسيس تو ديستروي فيجيتيف باثوجينز، بس مش كله فيجيتيفز، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ النباتيه، باثوجينز النباتيه. ما احنا قلنا من الاول هي في حاجات بلانت وفي حاجات يعني انيمالز، فهي بتقتل، ماشي، فيجيتيف ايه باثوجينز، نوت اندوسبورز، ما بتقدرش على السبورز نفسها. تمام، ده ديس انفكشن يعني ايه؟ يعني لما اجي مثلا انا دلوقتي جبت مطهر، المطهر ده ممكن يقضي لي على حاجات بس مش هيقدر يقضي على كله. تمام، اللي يهمنا هم، بص اللي يهمنا ايه اهم كلمه دول لحد نوت اندوسبورز، وهنا دي كلها. طيب انتيسيبتيك هي عباره عن ايه؟ ديسانفكتنت ابلايد دايركتلي تو، ماشي، اكسبوز بادي سيرفيس، دي مباشره. تمام، سانيتيزيشن اللي هي عباره عن ايه؟ تنظيف نفسه، كليننج تكنيك، بيشيل ميكانيكالي ريموفز مايكروبز. انت قبل ما بتيجي تعقم ما بتاخدش الادوات بعد استخدامها مباشره وتحطها في التعقيم، لا، لازم تتغسل وتشيل منها مايكروبز. لما بتشيل منها ده بيسموه ايه؟ ميكانيكالي ريموفز، عمليه الغسيل وان انت تحطها تحت الميه. تمام، دي غير لما بتعمل السيراليزيشن. اوكي، الترمينولوجي ده اوكي، ديس انفكشن، بروسيس تو ديستروي ايه؟ انتيسيبتيك، انتيسيبتيك دي عباره عن ديس انفكتنت، بتتحط مباشره على السيرفيسز، اكسبوز بادي سيرفيسز. يعني حضرتك دلوقتي جايه عايزه تغسلي ايدك، فقلتي لا والله انا عايزه حاجه اعلى قوي من غسيل الايد، اغسلها بكحول. لما اغسلها بكحول يبقى انا هنا عملت ديس انفكشن. طيب واحد تاني قال لا، ده في حاجه دلوقتي اسمها لايزوفورمين اعلى شويه. تمام، هقول لكم على المواد دلوقتي. كل واحد بيعلى بالديس انفكتنت بتاعته حسب هو فين. في دلوقتي لما بتروح العيادات بتلاقي في حاجه كده متعلقه ديسبنسر كده، ستريليوم. الستريليوم ده عباره عن ايه؟ ديس انفكتنت. تمام، بس انا ده ما بفتحش بطن واحد قبل العمليه واخد السيريليوم وامسح قبل ما امد ايدي، لا، لان ده على السيرفيس من بره، يبقى ده بيتعرض لايه؟ بيتعرض لاكسبوزد بادي سيرفيسز. اكسبوزد يعني الاجزاء من الجسم اللي هي مكشوفه. تمام، مكشوفه يعني ايه؟ يعني هي مثلا بيشنت هياخد حقنه اي في اي ام، تمام، بمسح قبليها ايا كان بقى الكحول، زي احنا يا اما كده يا اما بيجي مثلا نقطه بارفين يمسح. تمام، اوكي، تمام كده، وصلت. طيب هنا سنتيزيشن ديت اللي هي ايه؟ كليننج، هو ده كليننج، شكل من اشكال التعقيم، بس هو ده ايه؟ بصي كلينسنج تكنيك، بس بيعمل ايه؟
ريموف مايكروبس. طيب هنا الترمينولوجي في الاستراليزيشن نفسه، ناخد في الاستراليزيشن ناخد ترمينولوجي. يعني ايه دي جيرميشن؟ يعني ايه الجيرم نفسه اللي هو نفسه الباثوجينز والحاجات ديت؟ ميكانيكال ريموفينج مايكروبس، تمام. دي جيرميشن، جيرم، جيرم جاي من كلمه جيرم، جيرم زي باثوجين كده ماشي. ميكانيكال ريموفينج المايكروبس هو برضو بيشيل الميكروب ماشي. such as surgical hand scrubbing، يعني انت دلوقتي في غسيل ايدي عادي، انا بغسل ايدي دلوقتي بالست خطوات اللي هنشرحهم لحضراتكم بعد كده اللي هم عارفينهم ده كده وكده. في واحد بيعمل scrubbing or whipping skin with alcohol، هو بيغسل ايده تمام بالكحول، هو دلوقتي مع قمش كل اللي بيعمله ماشي. ميكانيكالي ريموفنج يعني انت ميكانيكالي اي حاجه فيها حركه كده تمام. ميكانيكالي ريموفنج للميكروبس، انا غسلت ايدي بكحول تمام وده اخري خلاص، يبقى ميكانيكالي ريموفنج شلت الميكروبات. قلت يا جماعه انا كده خلاص معقم خلاص شكرا، بس انت ينفع كده تعمل عمليه؟ لا، المفروض في خطوات تانية هتعملها. انت عملت خطوه، عملت خطوه ان انت عملت ايه؟ شلت ميكروبس. طيب سيبسيس، بصوا الثلاث اربع كلمات دول هم سيبسيس واسيبسيس، بكتيريسايدال بكتيريوستاتيك. سيبسيس يعني ايه؟ هي لما انت دلوقتي حضرتك دكتور يعمل عمليه ويجي المريض يقول لك والله ده مش عارف ايه والجرح بينزل، قول له اه ده الجرح مسبتك. مسبتك يعني ايه؟ يعني التكنيكس اللي انت حضرتك عملته ماشي ما كانش تمام، يعني خطوات الاسترلايزيشن ما كانش صح، يا اما حصل كونتامينيشن، حصل تلوث اثناء العمليه فالجرح سبتك. سبتك يعني ايه؟ يعني بقى فيه هنا ماشي كونتامينيشن ماشي، بكتيريال كونتامينيشن، دي كلمه سيبسيس تمام. طيب اسيبسيس اي كلمه تحط قدامها ايه؟ انت بتعكس، عايز بقى تعمل ايه؟ عايز ابسنس اوف كونتامينيشن تمام. ادي سيبسيس اسيبسيس. طيب بكتيريسايدال يعني ايه؟ يعني حضراتكم لو جيت انت شفت الادويه ممكن تلاقي في انتي بيوتيك يقول لك ده واسع المدى ممتد المفعول ماشي، بكتيريسايدال يعني ده بيقتل البكتيريا كلها. في نوع تاني شكل من اشكال المضادات الحيويه بس بكتيريوستاتيك، يعني هو بيوقف بس النشاط ومحتاج حاجه تانية تساعده تمام تمام. بكتيريوستاتيك كلمه استاتيك عرفتوا انتوا الاستاتيكا بتاع زمان والديناميكا، دايناميك حاجه بتمشي، استاتيك يعني حاجه واقفه واقفه، هو بيثبته بس ما بيقضيش عليه ما بيموتهوش. بكتيريسايدال بيخلص، يبقى هنا بكتيريسايدال ماشي. كلمه سايدال مينز كيل اهي ماشي، كلمه سايدال يعني كيلز. طيب بكتيريوستاتيك اللي هو مايكرو بايوستاتيك، يعني ستاتيك مينز ايه ماشي، انيبيشن اوف جروث اند مالتيبليكيشن، يعني هو بيوقف بيمنع، انيبيشن يعني بيوقف او بيمنع الجروث والمالتيبليكيشن وان هم ايه يحصل ان هم ايه يتكاثروا تمام كده كويس. الديفينيشنز ديت مهمه ان انتوا تفهموها مهمه تمام. هنا الايم اوف سترايزيشن او الاسيبسيس، انت بتعمل سترايزيشن ليه؟ ايه هدفك من الاسيبسيس؟ ما تسيب الدنيا ماشيه زي ما ماشيه. طيب هو بيقول لك ايه؟ تو اسيبسيس ايه؟ براكتس تو ريديوس اور اليمينيت كونتامينيشن، انت عايز تقلل او اليمينيت تمنع خالص تشيل خالص البكتيريا فروم انترنج ذا اوبرتيف فيلد ان سيرجري، انت مش عايزها تخش اور ميديسين تو بريفنت انفكشن. انت الكلام هنا الكلام هنا يا اما بتشتغل سيرجري يا اما اصلا عايز بريفنت انفكشن، يعني انت عايز العمليه اللي بتعملها ماشي ما يكونش فيها اي كونتامينيشن، يا اما اصلا بتعمل علشان تمنع، يبقى انت حاجتين، يا اما عايز المكان استرايل يا اما عايز ما يحصلش انفكشن. واضح واضح.
انت هنا بتعمل استراليزيشن ليه؟ الفيلد اللي انت بتعمل فيه العمليه سيرجري بتاعتك ديت ماشي، مش عايز اي كونتامينيشن، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب انا هنا لما بغسل ايدي وبشيل الجيرم وبشيل البكتيريا والحاجات ديت عشان ما يحصلش انفكشن، انا رايح مش رايح اعمل عمليه، مش رايح اعمل عمليه بس مش عايز انقل انفكشن مني لواحد تاني، فحطيت ايه؟ حطيت والله ماسك، عملت تعقيم قبل ما اشتغل الحاجه ديت. يبقى انا لما عملت ستيرلايزيشن او اسيبسيس لما غسلت ايدي كده عشان ما انقلش، يبقى انا بريفنت انفكشن. طيب في الفيلد نفسه سيرجري، لا انا مش عايز يحصل كونتامينيشن عشان الراجل دوت ما يموتش بسبب اهمال مني. واضحه؟ ده الايم بتاعه الاسترلايزيشن، انا بعمل ليه؟ طيب خلاص كده. هنا هاو سيرلايزيشن وركس، هو يعني ديت انا اقولها لكم ان بريف كده عشان تعرفوا هو ازاي الاسترلايزيشن ده بيحصل اصلا، يعني خدوها كمعلومه. هو بيشتغل على ايه؟ هو دلوقتي عندك البكتيريا وعندك الفيروس وعندك الاسترلايزيشن، ده بيعمل فيهم ايه؟ هنا في البدايه ماشي بيشتغل على ايه؟ بيشتغل يا اما على سيل وول، عارفين الخليه؟ هي الخليه من بره الجدار بتاعها ماشي، هو بيكسرها، بيكسر الخليه بتاعت البكتيريا تمام، فبيخلي ايه؟ بيخلي ان هي بتفرقع، فدي بيفسد لي ماشي تكوين البكتيريا والمالتيبليكيشن بتاعها، يبقى كده وقفها، اشتغل على السيل وول. ناس ثانيه بتشتغل على السيتوبلازمك ميمبرين، عارفين السيتوبلازمك ميمبرين؟ هفكركم، في الخليه بيبقى من بره خالص في سيل وول، بعديها في سيتوبلازميك ميمبرين، في بيشتغل على اللي بره وفي اللي بيشتغل على سيتوبلازميك ميمبرين برضه بيكسره. طيب في ناس ثانيه بتشتغل على الفيروس، الفيروس ده بيبقى فيه ايه؟ فايرال انفلوب ريسبونسبل فور ايه؟ الفيرال ده عشان يمسك، الفيروس عشان يمسك بيعمل ايه؟ في هنا الفيرال انفلوب بيعمل ايه؟ ريسبونسبل اتاتشمنت اوف فيروس تو التارجت، يعني هو دلوقتي الفيروس رايح على سيل، رايح على خليه يمسكها تمام، فمن بره بيبقى فيه ايه؟ حاجه اسمها الايه؟ فايرال انفلوب، هو بيكسر الرابطه اللي المفروض هتبقى بين الفيروس وبين الخليه اللي رايح لها. واضحه؟ ادي ازاي الاسترلايزيشن بيحصل، هو بيعقم ازاي؟ يا اما بيكسر الجدار بتاع الخليه، يا اما ما هو ما في حاجه بقى، احنا كل حاجه كل مستوى من التعقيم بيعمل لي حاجه، في اللي مش قادر عليها بنجيب له الاقوى منه تمام. احنا جبنا لحد الاسترلايزيشن تمام، ده المفروض اعلى حاجه، المفروض اوتوكلاف اعلى حاجه، في اقل منه ما يخلص في، انت بتعمل دلوقتي غليان بسطره، هيجي الكلام ده تمام كده. ده هو ازاي الاسترلايزيشن بيحصل. هنا الميثودز بتاعت الاسترلايزيشن، انت بتعمل الاسترلايزيشن ازاي؟ في عندك فيزيكال، والعنوانين دول احفظوهم، فيزيكال وكيميكال. فيزيكال يعني ايه؟ يعني خدوا كيميكال عشان هي اسهل. كيميكال يعني ايه؟ يعني انت بتستخدم مواد كيميائيه تمام في الاجراء اللي انت بتشتغل بيه. زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ كلينينج اوف اوبجكتس نيدد بيفور ايه؟ الاسترلايزيشن، يعني انت بتنظف الادوات بكيميكالز قبل الاسترلايزيشن، ده الكيميكال. الفيزيكال عباره عن ايه؟ فيزيكال يعني بتسخن بالهيت، فلتريشن، انتوا عارفين الفلتر اللي في البيوت والكلام من ده، ده الفلتر ده في حد ذاته انت بتوصل الميه من مرحله لمرحله، خلاص ده نفس الطريقه. الراديشن اللي هو دلوقتي الكلام الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو بالاشعه. ماشي؟ كارانتين ده عارفينه؟ يعني ايه؟ الكلمه ديت؟ حجر صحي. حجر صحي او بيسموه الحجر الزراعي، ايا كان هو بس بيبقى حجز صحي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ تشويس اوف ميثود ديبيندز اون ايه؟ بكتيريا، يعني يهموك الايه؟ يهموك دول اقروهم برضو. يعني هو بيقول لك هنا ايه؟ البروكتوسكوب نيد نوت بي از فري اوف كونتامينيشن از ايه؟ ارتفيشال هارت فالف. يعني ايه؟ الحته دي هنا يعني بيقول لك البروكتوسكوب المنظار اللي انت بتعمله مثلا منظار الشرجي مش محتاج كمية من التعقيم والاهتمام زي ما واحد بيعمل تغيير صمامات في القلب. واحد بيحط دلوقتي ماشي artificial valve، بيحط صمام
والتاني بيعمل منظار شرجي، مين فيهم محتاج كميه استيراليزيشن اعلى، مين فيهم اخلي بالي، مين فيهم المشكله اصلا انت بتشتغل في في مكان تمام محتاج هايلي استيرلايزد اكويبمنتس، ومكان تاني اصلا كونتامينيتد، يعني حتى لو اشتغلت من غير استيراليزيشن مش بيفرق كتير. اوكي، هنا فاكتورز انفلونسنج ابيليتي تو كيل، انت هنا ايه ازاي انت البكتيريا ديت او الميكروبز ديت ايه الحاجات اللي بتاثر عليه. اول حاجه ايه السترينس اوف كيلينج ايجنت، الايجنت اللي انت بتشتغل بيه، قوه الايجنت اللي هو ايه الماده اللي انت جاي تقتل بيها البكتيريا. انا جيت دلوقتي جبت كلور وجبته مركز، واحد تاني قال لا ده تخففه بنسبه من 1:49، حط كوبايه ميه ملاها كلور وحط قصادها 49 مللي. تمام، هنا قوه ده ايه وقوه ده ايه، ده هيقتل لي ايه وده هيقتل لي ايه، دي قوه الايجنت اللي انا هشتغل بيه. تمام، التايم يعني انا هنا ماشي جيت بقعه دم ومسحتها وحطيت عليها الكلور ساعه، والتاني قال لا انا خايف لا يكون فيها حاجه سيبها 4 ساعات، يبقى هنا الوقت اللي الايجنت هيشتغل عليه. تمبريتشر يعني ايه درجه الحراره نفسها، بيقول لك ايه ريت اوف مايكروب ديث دبل ويز افري ماشي 10 درجات. يعني ايه؟ يعني انا هنا لو حطيت الادوات وحطيتها في الجو ده تمام، قلت لا انا هحط من تحت حاجه سخن هنا، يبقى هو بيموت بمعدل كل 10 درجات زياده. تمام، طيب تايب اوف مايكروب، هنا انا جبت سبورز وجبت بقى بكتيريا عاديه كده ضعيفه، هل ده هيموت زي ده؟ لا يفرق. اوكي، هنا environment around the area to be ماشي decontaminated، الوسط اللي انا هعقم فيه، انا جيت حطيت هنا وهشتغل على مكان فيه صديد اصلا وهبتدي الم وابتدي اعقم واصلا الدنيا جنبي بايظه، غير لما مثلا حته هنا بره تمام ونظيفه والبيشنت نظيف والدنيا ماشيه كويس، واحد تاني اصلا ماشي الهيجين بتاعته مش كويس، يعني هو جاي طلع خراج في المكان ده والراجل اصلا عنده سكيبس عنده جرب تمام، وكل شويه يهرش هنا وخلالي المكان اللي حواليه برضو انفليمد وضوافره مش كويسه، يعني الوسط اللي انا بعقم فيه بشتغل عليه هنا حاجه، هنا جيت مسحت بكحول والدنيا راقت، هنا لا عمال احط على ايده ميه نار مش عايزه، يبقى هنا الانفايرمنت اللي بشتغل فيه. اوكي، ده هنا الحاجات ازاي انا ماشي قدره المواد اللي هشتغل بيها من ناحيه وقت ومن ناحيه ظروف تتم ازاي. إيه؟ ماسكين نفسكم كده والدنيا ماشيه ولا ايه؟ يعني اربطوا الحاجات ببعض. هنا انت عايز تعمل استيراليزيشن نموذجي، يبقى ازاي؟ اول حاجه يطلع فيكشوس، انت يطلع هو الراجل ده مؤثر، يعني هعمل استيراليزيشن هطلع بنتيجه، والنتيجه طبعا بشوفها ازاي؟ انت لو عندك لو اتعاملت قبل كده مع اوتوكلاف المفروض بتدخل اوتوكلاف باكت، الباكت ده بيبقى من بره عليه علامه سي ان هي علامه لونها احمر، لما بيخش الاوتوكلاف ويطلع العلامه دي بتقلب لون تاني تبقى مثلا دي بيسموها انديكيتور تبقى لونها بني او اسود، لما انا ابص يبقى ده اتعقم، الانديكيتور ده المؤشر ده فهمني ان ده اتعقم، يبقى دي فيكشس دي فعلا مفيده. طيب هي انا دلوقتي بعمل تعقيم واشتغل يطلع المريض ويرجع لي بعديها بثلاث ايام، يطلع المريض ويرجع لي بعديها في ايه؟ يبقى هنا التعقيم بتاعي في مشكله، هما بيقولوا لي ان هو شغال، لا بس هي النيرس المسؤوله عن سنترال استيرلايزيشن تمام؟ لا هي مش عارفه تظبط درجه الحراره، مش عارفه تظبط البارز، هنشرح لكم دلوقتي تمام؟ يبقى عندي مشكله ارجع لها، وده يا جماعه ساعات تربط الكواليتي باي مشكله انت بتواجهك. يعني انا برضو بنرجع لكم اهو، شوفوا انت عندك مشكله في التعقيم يبقى هنا مش افكتشوس ماشي، هو امتى رابيدلي اكتف بيشتغل بسرعه سترونج
ماشي. ماتيريالز كومباتيبلتي، يعني ايه ماتيريال كومباتيبلتي؟ يعني هو اصلا المواد اللي انا جايبها تمام كومباتبل، يعني هي متوافقه مع الشيء اللي انا عايزه. ما اجيش مثلا اقول لك انا في ادوات بتستخدم مثلا والله بيشيلوا بيها حاجات من على البلاط ولا الكلام من ده، تمام، واجي احطها على ايدي. طب ما هي دي ميه نار، ميه نار ديت دي بتاكل اي حاجه، بس هل هي ديت ينفع انا اجي اعقم بيها؟ لا، تمام. نون توكسيك، ما تكونش سامه. المواد اللي هشتغل بيها، معنا دلوقتي لما اتكلم على السيريلايزيشن تحتيه في 100 حاجه، ما اجيبش مواد سامه اشتغل بيها. اورجانيك ماتيريال ريزيستنس، يعني هي كمان ما اجيبش ماده واقول ان انا هعقم بيها وهي مش قادره تسيطر لي على صديد، مش قادره تيجي الفيروس اللي موجود في الدم مش قادره تقاومه، تمام. خدوا ديت الايه اورجانيك ماتيريال. بص، اورجانيك ماتيريال اللي هي انت زي البادي فلويدز، اي حاجه فلويدز بتطلع من جسم الانسان وجت على الادوات بتاعتك، تمام، وانت هتعملها سيريلايزيشن. فالجهاز اللي انت جايبه مش قادر يقاوم الفيروس، تمام، اللي انت جاي تعقم عشانه. يعني انت دلوقتي طلع فيروس مع البلد ده اورجانيك ماتيريال، تمام، جيت حطيتها في تعقيم، حطيت وطلعت لقيت كل المرضى جالهم نفس الفيروس. ليه؟ الجهاز بتاعك مش قادر. انت بتشتغل بجهاز اولد فاشن من اول ما اخترعه سنه 1860، وفي دلوقتي لو جيت سعادتك هوريك الاوتوكلافز، الاوتوكلاف نفسه ماشي درجات، في بي كلاس وفي سي كلاس، ماشي، في اي كلاس، في حاجات يقول لك لا ده ما يقدرش يقتل فيروس، في حاجات تطلع الباكت منه لما تدخلها وات مبلوله. ليه؟ واحد تاني ما بيطلعش كده، ده في حاجه اسمها فاكيوم يشفط، تمام، بخار الميه، تمام، ويطلع لك الحاجه بتاعتك دراي، والتاني لا بيطلع وات. ده انواع جينيريشنز، يعني دي اجيال من الاوتوكلافز، فده مش قادر يقاوم. هنا في كلمه مهمه، مونيتورنج، انا اللي غيرته. هنا مونيتورنج كابابيلتي، انا هنا بصوا يا جماعه دي مهمة. ليه؟ أنا إزاي هنا هعمل متابعة مونيتور لكفاءة الجهاز اللي عندي، كفاءة الميثود اللي أنا ماشي بيها. أنا بعمل السيريلايزيشن بطريقة، أنا عايز أتأكد إزاي إن أنا ماشي صح. مونيتور بتابع إزاي؟ مونيتور زي الشاشة اللي قدامي، شاشة بعمل كنترول إزاي؟ بعمل كنترول ازاي على كفاءة العملية كلها. هنا الكوست مهمة، يعني هنا في السيريزيشن يهمكم ايه؟ هنا ان هو يبقى فيكشس، ماشي، هو بيأدي دوره صح، ماشي. هنا سترونج، بصوا الكلمة دي بنتريت، عارفين بنتريت؟ ايوه، بنترابيلتي، قدرته على الاختراق، يخترق فعلا ولا لا؟ دي كلمه بتاع سعادتك اللي بتسال عليها. ليه؟ هو قدرته على الاختراق ديت، فكر زي ما انت فكرت، هو هيقدر يخترق السبورز ولا لا؟ هو يجي عند الفيجيتيف ويموتها ويسيب لي التانيين؟ تمام؟ فهي قدره الجهاز. الميثود بقى، احنا دلوقتي ما اتكلمناش اجهزه، بنتكلم على الميثود، الطريقه اللي انا بستخدمها. انا جيت قلت لك والله لا، دلوقتي في طريقه حديثه، في حاجة اسمها سايدكس طالعة تحط الأدوات فيها ربع ساعة وتخش تعمل عملية. طيب السايدكس ديت قدرتها على اختراق إيه؟ والجهاز الأوتوكلاف اللي هو بشتغل بيه دلوقتي أب تو ديت إيه؟ مين فيهم؟ أنا دلوقتي هنا ما اتكلمتش على أجهزة، بكلمك على ميثود.
طريقة أنت بتعقم بيها. قلت والله أنا واثق من أنا لما هغسل أدواتي في مية وأخش أعمل بيها عملية دي أحسن طريقة للسيريلايزيشن. ماشي، كل حالاتي بتخف خلاص، يبقى أنت الطريقة بتاعتك دي نموذجية. واحد قال لك لا تاني، أنا المية دي هحط عليها شوية كلور وأشتغل. دي طريقة. واحد قال لك لا بلاش الكلام ده كله، أنا هولع شوية نار وأحط فيهم الأدوات وأطلعهم. التالت قال أنا هحط في أوتوكلاف. كل واحد خد مننا ميثود. طيب الأيديال ميثود إيه؟ اللي بتوفر فيها دول. تمام؟ فيهم نقط مهمة. فيهم نقط مهمة. تمام كده واصلة؟ هنا فاكتورز، حاجات بتأثر على الديسنفكشن او الاستيرايزيشن. كونتاكت تايم قد ايه؟ قد ايه الوقت، الوقت اللي انت هتبتدي تشتغل فيه. ماشي. فيزيكو كيميكال انفايرمنت، البي اتش اللي هو ايه، الادوات اللي انت هتشتغل عليها. تمام، هل انت تعمل بمواد اقوى من الفلويدز او الدم اللي انت هتشتغل عليه؟ البي اتش بتاعه ايه؟ الكلام ده لو تقيل احنا طبعا بعد كده ايه هنلمه. تمام، بريزنس اوف اورجانيك ماتيريال اللي انت هتعمله دلوقتي، حطيت حاجه في بق واحد وطلعتها قلت له اعملوا لي سيريلايزيشن، والتاني ماشي حط ادوات في دم، يبقى الاثنين مش واحد. ليه؟ واحد بقى عنده اورجانيك ماتيريال جاهزه، دم جاهز، والتاني مجرد ان هو غسلها كده بقت كويسه، ما دخلش فيها لسه بلاد وما دخلش لسه فيها بص صديد. هنا تمبريتشر، درجه الحراره اللي انا بشتغل عليها، دي من الحاجات اللي بتاثر على الاستيرايزيشن. تايب اوف مايكرو اورجانيزمز، انت جاي دلوقتي المريض وقال لك اول ما دخل قال لك خلي بالك انا عندي فيروس سي، جيت انت عملت العمليه والادوات بتاعتك هتعقمها، هديها اهتمام نفس طفل صغير دخل لسه ما عندوش فيروس ما عندوش حاجه خالص، تمام، عمل عمليه وطلع، الاثنين هتعقمه، بس بتاع فيروس سي ده هديله شويه ستيبس وشويه اهتمام اعلى شويه. ليه؟ لان انا اوريدي فاهم، انا بفترض ان طول ما بتعامل مع بيشنت بفترض ان كله عنده، ما بقولش ده عنده عشان قال لي والتاني عشان ما قاليش يبقى ما عندوش، لا ممكن التاني ما يعرفش اصلا عنده ولا ما عندوش، فانا بفترض وباخد نفس الاجراءات لكل البيشنتس. تمام، هنا النمبر اوف مايكرو اورجانيزم ماتيريال كومبوزيشن، يهمني هنا كلمتين ثلاثه مهمين يعني. تمام، الاورجانيك ماتيريال والتمبريتشر، تمام، كونتاكت تايم، دول مهمين، والتايب اوف مايكرو اورجانيزم. ده شكل كده ايه يعني. هنا في تقسيمه عباره عن ايه، هما قسموا الادوات او العمليه اللي انت هتعمل لها دلوقتي استيرلايزيشن، هي عمليه كريتيكال حرجه جدا ولا نص نص ولا يمشي الحال يعني عاديه. يعني ايه؟ قال لك ان هي لو انت اللي هتعمله تعقيم كريتيكال يبقى ايه؟ لو سيمي كريتيكال او نون كريتيكال، مش حرجه خالص. طيب كريتيكال ان اوبجيكتس ويتش انتر نورمال استرايل تيشو اور ماشي فاسكولار سيستم، يعني انت ادواتك اللي انت هتشتغل بيها هتخش الفاسكولار سيستم، هتخش الجهاز اللي هو ايه؟ اللي هو دم، هتخش عند الفينز، هتخش عند ارتريز، تمام، او هتخترق الجسم، هتخترق الجسم ديت. تمام، اوبجكتس ايه؟ نورمال استرايل تيشو اور اللي هي نورمال استرايل، يعني انت اصلا بتدخلها في اماكن اصلا استرايل. انا لما ادخل حاجه في بطن مريض هي اصلا بطن المريض ماشي نورمال استرايل، لما ادخل حاجات في قلب نورمال استرايل طبيعي ما فيهوش. تمام، ثروتش بلاد فلو شود بي استرايل، يعني انت الاوبجكتس انتر نورمال استرايل تيشو اور فاسكولار سيستم، فاسكولار سيستم اللي هو ايه؟ تمام، تمام، اور ثروتش بلاد فلو شود بي استرايل، يعني انت ادوات
الدم هيجري من خلالها يروح مكان تاني، تمام؟ لازم يمشي من المنطقه ديت رايح مكان تاني سترايل معقم، هنا سيمي كريتيكال اللي هي بقى ايه؟ تاتش ميوكس ميمبرينز اللي هي بتيجي شغال في بق، شغال في جاينا، ماشي؟ فدي ايه؟ دي اوريدي اصلا حاجات فيها ميكروبس ويمشي الحال، يعني البق اصلا فيه نورمال فلورا كتير. مش عايز هنا اخلي بالي قوي، اخلي بالي التعقيم العادي، بس ما اداش نفس اهميه عمليه قلب، ما اداش نفس اهميه مريض داخل يعمل مثلا دعامه، ما اداهاش نفس اهميه واحد داخل يفتح بطن. طيب يبقى هنا ايه؟ هنا not intact require disinfection process، ماشي؟ يعني الهاي ليفل بديله ايه؟ هاي ليفل من disinfection that kills all microorganisms but ايه؟ but high numbers of bacterial spores. يعني هو ايه؟ يعني هو هيقتل بالسيمي كريتيكال ديت، هعمل تعقيم للسكين not intact require ايه؟ disinfectant process. هاي ليفل من الديسانفكشن يعني ايه؟ يعني انا ممكن استخدم مستوى عالي قوي بالديسانفكشن، بس مش لازم اعمل استراليزيشن زي ايه؟ زي العمليه الثانيه. الثالثه هنا النون كريتيكال اوبجكت ذات ايه؟ تاتش اونلي انتاكت سكين ريكواير ايه؟ لو ليفل از انتاكت، يعني انا همسح قبل ما ادي حقنه بس، هعمل رابنج بس، مش محتاج مني لان ده ايه؟ انتكت سكين، الجرح مفيش جرح انتكت يعني ده سليم، فانا هعمله ديس انفكشن كده وانا داخل اعمل هلبس جلافز، قبل جلافز بغسل ايدي بستريليوم وخلاص على كده. حاجه ثانيه بشتغل في ميوكوس ميمبرينز، بشتغل في البق والعمليه ماشيه بالنسبه لي مش محتاجه قوي تعقيم زي عمليه قلب. فهمتوا الثلاثه؟ فهمتوا الثلاثه؟ ها؟ لا 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 most resistance هنا 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 هتاخد ترتيب. يا جماعة اسمعوا اللي انا بقوله ده، هنلخص منه حاجات المرة اللي فاتت كفاية، النهاردة المحاضرة بتاعت الكواليتي لسه لكم فيها الستيبس. هنا ها؟ بص هنا هنا بص شوفوا ترتيب ال شوفوا ترتيب ال يا جماعه اسمعوا، مش كل الحاجات اللي انا بقولها لكم ديت، بعد كده هنعمل هايلايتس ايه اللي هنرجع نسال حضراتكم فيه، وممكن نادي بالاسم دلوقتي نشوفوا الناس اللي هم فهموا مني واستوعبوا حاجات ولا لا، نعمل عليه درجات. هنا هنا ما هو الدايبيتك ده بيسموه من ديبليتيتنج ديزيز. ليه؟ هو اصلا الدايبيتس ده من اللي بيضرب كل اجهزه الجسم، فشيء طبيعي، تمام؟ وبيأثر على العظم، بيأثر على كلى، تمام؟ بيأثر على الاند نيرفنجز نهايات الاطراف، بيأثر على الاعصاب، تمام؟ فهو بيعمل على قد ما بيقدر بيعمل له كنترول، لان هو الدايبيتس بيعمل ايه؟ فليرنج الانفكشن، فليرنج انفكشن، ودي مشكله. الدايبيتس انت دلوقتي لما يجي مريض عادي ويخش له انفكشن، تمام؟ تقدر تسيطر بسرعه. مريض تاني دايبيتك بيشنت لا، الدايبيتس بقى من ضمن الديس ادفانتج بتاعته ان هو بيعمل فليرنج بسرعه بسرعه، بينشر انفكشن، ودي طبعا من مخاطر الدايبيتس. عشان كده البيشنت اللي لما تيجي تتعامل معاه بتاع الدايبيتس بتدي انت بري اوبرتيف، انا قبل ما بشتغل خالص بديله انتي بيوتيك فتره، وادي وانا شغال، وادي بوست اوبرتيف، كل ده ليه؟ ولازم البيشنت بتاعي يبقى كنترولد، الدايبيتس ما يجيليش بالدايبيتس بتاعه ان كنترول. دلوقتي في حاجه اسمها السكر التراكمي بيعملوه علشان يبين ده فين دلوقتي من الدايبيتس، انت وصلت لستة و تمام ولا اكتر، تبقى بيسموه بري دايبيتك. وفي كنترول لا ده ماسك نفسه 5 و4، وفي دايبيتك بيشنت
عملت له السكر التراكمي في اخر 3 شهور لقيته 10 و11 و12. ده الحقه ليه ما يخشش عمليه بالشكل ده؟ سيطر تمام، لان الانفكشن لو جاله هيحصل له فليرنج اب هنشره، ودي مشكله الديابيتس. ليه؟ مثلا العظام مثلا ما تقدرش يخش يشتغل بعد 3 ايام. هي اصل الديابيتس ديت محتاج يعني مثلا الاستورزيشن بتاعتها لا مفيش حاجه بتقضي عليها خالص يعني. على ايه؟ يعني مثلا بالنسبه للحالات الديابيتك المكان اللي عاملها بتاعتها ممكن مثلا في حاجه تستنى من البكتيريا مثلا بتاعتها او المكان اللي عاملها بتاعتها. لا مش الفكره في كده. لا ما هو الاستورزيشن ديت اصلا بروسيس بتتم لكل الحالات، ملهاش دعوه المريض ده مريض ايه، ده دايابيتيك بيشنت ليه مانجمنت تاني. يعني انت ادواتك معقمه، والله انت بتاع دايابيتس ماشي، واحد تاني هايبرتنسيف ماشي، واحد تاني مريض قلب، كلنا بنعقم بنفس الشكل. المانجمنت بتاعت الحاله بقى هو ملوش دعوه بالسيريلايزيشن، ده حاله دايابيتس هنا وصل ايه ان نهايات الاطراف كلها ماتت، المكان ده ما بوصلوش دم، فعشان كده حصل له جنجرين. طب هو الدكتور بيعمل امبيوتيشن ليه؟ بيقطع هنا ليه؟ علشان الجنجرين ما يوصلش لابعد، هو جه عند مرحله تمام ونزل هيقطع تحت الركبه دلوقتي، والبيشنت تقدر تعمل له انت كومبنسيشن، تقدر تعوضه. جه بعد كده قال لك لا ده القطع فوق الركبه، الاستيرلايزيشن ملوش علاقه، ده البروجريس بتاع الديابيتس والانكنترولد، ما هو مريض مش مسيطر، لازم بيتضرب الاجهزه كلها. ده بيه لا، المفروض الثيتر نفسه اللي بيشتغلوا فيه اول حاجه في سكادول معروف العمليه مش ماشيه كده هابهازر، يعني انا جاي دلوقتي اعمل عمليه معروف ان النهارده عندي جدول عمليات والعمليه دي بتاخد ساعتين. خلاص يبقى الدكاتره اللي شغالين تمام وفاهمين ان انا النهارده هتتعمل عمليه بالشكل ده، بعديها خلاص العمليه دي هاي ريسك يبقى مش هنشتغل بعديها. ده يا جماعه لا مش الفكره في كده. لا هما دايما كده في العمليات الكلام. اوكي يبقى المفروض الموضوع معمول له تخطيط، قصدي الناس فاهمه، يعني اللي احنا بنتكلم فيه الناس اللي شغالين في عمليات فاهمينه طبعا اكتر مننا، لان هما ما بيهزروش. هنا يا جماعه هنا ده ترتيب اهميه وقوة الشيء اللي انا بعقمه، ايه اللي انا هقتله ماشي. هنا اقل ريزيستنس وهنا الهاي ريزيستنس. بص الهاي ريزيستنس فين؟ اندوسبورز تمام. هنا الايجنتس نفسها، الاسامي اللي حضراتكم بتسمعوا عنها ماشي، جلوتاراتهايد ماشي، فورمالدهايد ماشي، دي مجموعه، دي مجموعه زي ايه حضرتك لما بتسمع عن السايدكس ده دلوقتي، هو ماده من الاسامي ديت. دي المواد كيميكالز انا بشتغل بيها، دي اسمائها، بتنزل بالتدريجي لحد الالكهول والايودين. عارفين اليود اللي بنعقم بيه؟ من ضمن المواد ديت، دي علشان تعرفوا اسمائهم. دي تقسيمة اللي من بدري قلناها، الكريتيكال والسيمي كريتيكال والنون كريتيكال. هنا الفيزيكال ميثودز ايه هي؟ عبارة عن الهيت، أول حاجة اللي هي الحرارة نفسها. فيزيكال ميثودز احنا قلنا في فيزيكال وفي كيميكال. فيزيكال ميثودز أول حاجة فيها الحرارة ماشي، دي كيل مايكرونيزم باي ايه؟ دي نيتشرنج زير انزيم. دي نيتشرنج يعني ايه؟ اقسموا الكلمه نيتشر
طبيعي. دي نيتشرنج ان انا بغير من طبيعتها، بغير من شكلها. يعني ايه؟ يعني نيتشرنج زير ايه؟ انزيمز اند اذر بروتينز. يعني هو لما بيسخن دلوقتي والخليه بتاعت اللي هي البكتيريا ديت عباره عن ايه؟ بروتين، عباره عن انزيمات. هو لما بيسخن بيغير من طبيعتها، بيغير من طبيعتها، بناء عليها ما بتبقاش مؤثره بالبلدي كده، تمام؟ هو بيعملها ايه؟ دي نيتشرنج. يعني هيت ريزيستنس فاريز وايدلي امونج ايه؟ مايكروبس. هو هنا برضو الكلمتين دول باختصار، النقطه اللي عندها ثيرمال ديث بوينتس، اقل نقطه ممكن يموت عندها البكتيريا. هنا ثيرمال ديث تايم، الوقت ايه؟ مينيمال لينث اوف تايم. هنا البويلنج تمبريتشر لينك تو بريشر. هنا لما بدانا نربط الميه المغليه او الغليان بالضغط، عارفين حاله الضغط؟ نفس الفكره، نفس فكره الاوتوكلاف. هو هنا بدا يربط الغليان بالضغط، وده لقاه ان هو مؤثر اكتر من الغليان لوحده. دي طبعا دي درجات حراره مرتبطه بالبارز. لو انت حضراتكم حد عارف الاوتوكلاف، الاوتوكلاف ده بتيجي تظبطه على درجه حراره بوقت معين بضغط، الضغط بيتقاس بالبار اهو. هتلاقوا معظم الاماكن بتعقم كده، يا اما 121 1 بار او 132 2 بارز. ده البويلنج، البويلنج اللي هو الغليان، زي زمان ما كانوا بيغلوا الحقن ويغلوا الادوات، تمام؟ وبيقتل الفيجيتيتيفز، بيقتل البكتيريا اللي هي النباتيه العاديه. ماشي؟ طيب تمبريتشر كنترول، هنا التمبريتشر ما بتزيدش عن 100 درجه، درجه الغليان. تمام؟ بصوا اخر حاجه هنا، الاندوسبورز، بروتوزوا، سيست وسام فيروسز كان سرفايف بويلنج. دول ممكن ينجو من البويلنج، يعني دول بعد ما بتغلي، واخد بال سعادتك، دول يفضلوا عايشين. الاندوسبورز المجموعه ديت بعد الغليان يفضلوا عايشين. طبعا البويلنج تايم مهمه. هنا يا جماعه من ضمن الهيت، هنقولهم لكم كده ان بريف. يعني هنا باستورايزيشن، حضراتكم سمعتوا عن البسطره، دي طريقه من طرق التعقيم. طيب هو البسطره ديت بتتعمل عند درجه ايه؟ 72 درجه لمده مثلا 20 ثانيه. هيتنج تو 10 4 ايه فور 1 مينيت ايه kill most vegetative examples dry heat or even use it. يهمكم في البسطره دلوقتي، انا هرجع لكم ليها تاني، بس دي ما تشغلوش نفسكم بيها قوي. انسينريشن ديت اللي هو الايه؟ مين يعرف انسينريشن؟ لا مهمه، جايه ديتيلز. لا هنا ما تتعبوش نفسكم هنا عشان جايه تفصيل. هتعرفوها يا جماعه. هنا الانسينريشن اللي هو ايه؟ الصفحه دي اعرفوا منها معلومه بس جديده عليكم، سينوريشن اللي هي المحرقه، ان انت او باي نيم كده في القاموس بيسموها الترميد، يعني بيخلي الحاجه رماد بيحرقها، انسينوريشن. تمام؟ دي الكلمه اللي هنا ايه هتلاقوها. طيب انسينوريشن دي تهمنا في النقطه دي بس، شايفين فين؟ فين؟ ادي اهم نقطه في الانسينوريشن، النفايات. انا عايز اقول لكم حاجه، اللي معاكم ده ماتيريال. يعني ايه؟ يعني ماده على بعضيها. احنا هناخد منها ايه وهنمتحن في ايه وهنطلع بايه؟ اللي هتطلعوا منه انتوا ايه، انا بحكيه لكم حكايه، اللي هتمتحنوا فيه هنعمل له احنا هايلايتس. يعني انا هنا من الصفحه ديت قلت لكم اللي يهمني ايه،
تمام. بعد كده لما نيجي نعمل ريفيجن بالورق ده هنختار ايه اللي ممكن يطلع شكل سؤال، لان مش كل حاجه هنا تبقى شكل سؤال انتوا تعرفوا تجاوبوا عليه. ان انسينريشن اللي هو حضرتك بتتخلصي من النفايات ازاي، المحرقه بتاعت كل مستشفى ده المويست هيت. يعني ايه؟ يعني انت في الاول في حاجه اسمها دراي هيت، لما تيجي فرن بتشغل حراره اسمه دراي هيت. مويست هيت يعني عملت ميكس، غليت، عملت اوتوكلاف، تمام، بقت ديت ايه؟ في ميه داخله في الموضوع. يعني ايه؟ بويلنج، اوتوكلاف، بسطره، تمام، كل ده مويست هيت. انا بجري. ها طيب، دي البسطره اهي، البسطره اهي هي عباره عن ايه وبتفيد في ايه؟ طيب هي بتفيدنا الابلكيشن بتاعها البسطره في الميلك والبير. البير البير ايه؟ يعني ماشي. طيب فين؟ لا ما احنا هنقول لكم بس هنا ديفينيشن باراسايت بس فلويدز. يعني اسيبكم الحته ديت تعتمدوا على نفسكم فيها وانا لما اكتب سؤال عادي. ها فين بير؟ تعرفش بير؟ النهارده الجمعه، البير اللي هي البيره، البير اللي هي البيره، الملك اللي هو اللبن البصر، البير اللي هو ايه؟ البير، البيره اللي بيعملوا لها اصلا بيجيبوا ميه شعير ويجيبوا حاجات ويطلعوا شكل البيره دي، تمام؟ دي البير، تمام؟ هو هنا البصاره بتتعمل عند ايه؟ ده شكل اوتوكلاف، ده شكل اوتوكلاف، اعرفوه ده للي عايز يعرف، للي عايز. ده معلومه هو بيشتغل ازاي، يعني اوتوكلاف بيعقم ازاي والبخار بيمشي ازاي والدنيا ماشيه ايه، تمام. هنا خدوا دي عشان نقف عند حته بس، الفلتريشن، فلتريشن دي حضراتكم عارفينها اللي هو الترشيح، تمام. هو عباره عن ايه؟ بيشيل ميكروبز من ان هي تعدي في السائل، يعني هو دلوقتي بتعدي اي نوع من السوائل وبتعمل له، قلت انا هعمل له ايه؟ فلتريشن، تمام. عن طريق ايه؟ سكرين لايك ماتيريال، يعني انت بتعمل ايه؟ سكريننج، بتعدي كده انت ايه؟ بتعدي على الفلتر، ماشي، يحجز الحاجه، ده فلتريشن. طيب دي كلمه مهمه، دي الهبه ديت، هبه فلترز دي مهمه. اتش اي بي اي اختصار ايه؟ اختصار الهاي افشنسي ماشي بارتيكوليت اير فلترز، هبه فلترز. ساعات بيعملوها فين؟ ساعات بيعملوها في اوض عمليات، تمام، او المستشفيات الكبيره، بيبقى من بدايه الاوضه عاملين من فوق هيبا فلترز. ايه ده؟ بس الكلام ده مش في اي مكان يعني، ماشي. وفي ممبرين فلتر، في اللي هو ايه؟ ممبرين الفلتر العادي، تمام. هيبا فلتر ده يعني يختلف، لان ده ايه؟ ده عشان الاوبريتنج رومز، اوض العمليات، اند البيرن يونتس، أوضة وحاطين فيها اللي هو مريض محروق، أوضة الحرق دي، هل هي يفتح ويخش والدنيا تبقى ماشية عادي؟ لا، لازم بيجيب لها الهيبا فلتر، تمام؟ يوز إن، في حاجة تانية الممبرين فلترز إيه؟ ماشي، يوز إن إندستري أند إيه؟ ماشي، ريسيرش ديفرنت سايز، دي بيستخدموها في الصناعة. في حاجة تانية بيستخدموها في الكاننج إيه؟ انتوا فصلتم. طيب يبقى بدايتنا المره الجايه ان شاء الله من هنا عشان ما حدش ايه. منهج ايه ده؟
بص